يبي يشارك والكل يبي يفوز، ولكن احنا ندور على المحظوظ اللي بيفكر معانا. وسؤالكم يقول: دخلت غرفة فيها 10 أشخاص عمرهم 20 و10 أشخاص عمرهم 19 و10 أشخاص عمرهم 30، كم شخص داخل الغرفة؟ فكر معانا. عندنا 10 أشخاص عمرهم في 90 ولا العدد؟ انسى العمر. اي اي كم شخص في الغرفة؟ 900. 900 ما يدش؟ لا ما تجيش ما تجيش ما تجيش. اي اي يمكن مجمع. لا 10 أشخاص في غرفة و19 شخص، صح ولا 10 في 9 هذوما 30. أكيد أكيد 10 أشخاص عمرهم 20، 10 أشخاص عمرهم 19، 10 أشخاص عمرهم 30. كم عدد أشخاص 30 شخص؟ دخلت غرفة فيها 10 أشخاص عمرهم 20 و10 أشخاص عمرهم 19 و10 أشخاص عمرهم 30، كم عدد الأشخاص اللي في الغرفة؟ 30 شخص. 10 أشخاص عمرهم 19 و10 أشخاص عمرهم 20 و10 أشخاص 30. أشخاص عمرهم 30. 30 10 أشخاص. توهتيني يبا. وهم كم اللي في الغرفة؟ 10. لا أنا دخلت كم عدد الغرفة؟ 31 معاي. أيوة هم 30. نحن ننصح أحلى أهوى أهوى أهوى. لا 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 هم 30 معاي، واحد صار 31. واحد صح. فمن الصح؟ أهوى. أنت الصح يا سعود. يعني معاك أنت كم؟ 31. أكيد مو 30؟ إيه 30 و30. إجابتكم صحيحة، ألف مبروك، ربحتوا معانا جائزة من شوبان للحلويات والتمور، وجائزة من الجابر للساعات والمجوهرات، وجائزة من زبرجد المجوهرات، وجائزة من تي مارك صالون نسائي، وجائزة من بايو سكين سبا، جائزة من الجزيرة للعطور، وجائزة من مسافر لمستلزمات السفر. أحلى جائزة. الله يسلمك. سؤالكم يقول: أين يقع متحف مدام توسو الأساسي؟ فكر معانا. المتحف الرئيسي مال مدام توسو، متحف الشمع. متحف الشمع في لبنان وفي فرنسا. متحف مدام توسو مصر؟ مصر بس وين بالضبط؟ اسطنبول. ها؟ اسطنبول. اسطنبول تركيا. ايه في تركيا. وما هو؟ كيف ما هو يعني؟ يعني شو اللي يقدمونه في المتحف؟ شو اللي يقدمونه في المتحف؟ ايوه بعرف انه في اسطنبول، لان اوريدي رحت شفته من برا يعني هذا المتحف. مدام توسو هيك شيء. حلو. بس شو بيقدمون؟ مشكلة اني ما دخلت. شفته من برا ما شفته. بس اشوف الفرع الرئيسي. الفرع الرئيسي؟ خليني افكر. اسطنبول. الهند. الهند. هو متحف شمع ولا يقع في الهند؟ وين؟ اليابان. اليابان. تونس. لبنان. لا بعيد وايد. وين رحت؟ وايد بعيد. مدام توسو ولا الاساسي؟ مدام توسو. متحف شنو؟ متحف الشمع. حلو اوكي، بس نبي الفرع الاساسي وين؟ لندن. وين؟ لندن. اكيد اكيد مو فرنسا. لندن. لندن. انزين وين قلت لي؟ لندن. اكيد 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 اكيد. وين قلت لي؟ لندن. جزيرة العطور. وين قل لي؟ لندن. إجابة للساعات والمجوهرات. وين؟ ثاني. إجابة صحيحة، ألف مبروك، وجائزة من زبرجد المجوهرات، تركيانا للحلويات والتمور، وعندك جائزة من بنان ديزاين. ليش؟ تعال خذ جائزة، تعال تعال. وجائزة من شوبان للحلويات والتمور، وجائزة من بايو سكين سبا، وأيضا جائزة من مجموعة النهدي للعازل والحماية. نقول لكم ألف مبروك، تستاهلون.
السؤال يقول هل الاخطبوط قلب؟ إذا جوابكم نعم فكم عدد قلوب الاخطبوط؟ فكر معانا. الاخطبوط لديه قلب ولا لا؟ لا. لا لديه قلبان. الاخطبوط لديه قلبان. كم عدد قلوب الاخطبوط؟ اثنان. شو السؤال؟ معلومات عامة. زيرو. زيرو؟ تعجبني الصراحة. يلا. هل الاخطبوط قلب؟ لا ما في قلب. ما له قلب؟ ما له قلب. لا ما له قلب. ما له قلب. الاخطبوط ليس له قلب؟ ليس له قلب. ليس له قلب. يلا على الله. يا نربع يا مشي. ها؟ زغير واحد يقول لا واحد يقول لا. هو انت حتتبع مين انا ولا هي ولا؟ اللي يقول صح. انا اقول ما في ما عنده قلب. انا اقول له قلب ما له قلب. ليس له قلب. زين. ليس له قلب. له قلب. له قلب. له قلب. زين له قلب إيه صح له قلب. كم قلب له؟ كم قلب له؟ قلب واحد؟ لا ما له. هل الأخطبوط قلب؟ لا ما له قلب. إذا قلت لك؟ إيش؟ لا أكثر من قلب. يا طلع فيه قلب. طلع فيه قلب. طلع فيه قلوب. قلبين. أكيد. أكيد شنو؟ ليس له قلب. أكيد ليس له. أي نعم. شو رأيك أنت؟ أنت شو رأيك؟ سيس. ها؟ سيس؟ شو رأيك أنت؟ يقول لديه قلب. هو؟ أي والله قال لي لديه قلب. لا مش واحد، أكثر من واحد. عنده أكثر من قلب عنده. حلو. حلو، أنا معك. كم؟ ثلاثة. أنت ثلاثة؟ هو اثنين. أنت ثلاثة؟ وأنت؟ اثنين. اثنين. الجواز تروح حق من إن شاء الله؟ والله يا... كيف كيف يعني؟ يلا. معلش ساعدوني بس ننقل الجوائز من هالقاري لهالقاري. ألف مبروك، إجابة صحيحة. ثلاث قلوب. نعم. وتستاهلون، ربحتوا معنا جائزة من شوبان للحلويات والتمور. وجائزة من مجوهرات زبرجد. تفضل خذ. عندك جائزة من الجزيرة العطور. القارب كبرى لكم إن شاء الله، كلها لكم. وجائزة من العرب السفر والسياحة. وعندك جائزة من تي ماسك صالون نسائي. وجائزة من الجابر للساعات والمجوهرات. وأيضا جائزة من بايوسكن سبا. ألف مبروك، تستاهلون. سؤالكم يقول عدد الدول العربية التي تقع في قارة أفريقيا. فكر معانا. مصر، ليبيا، المغرب، تونس، الجزائر، والسودان. صح. ستة. موريتانيا مش دولة عربية، دولة إسلامية. يعني مصر. موريتانيا تعتبر دولة عربية. هو المفروض كم؟ المفروض أنت تجاوبني. مغرب، تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا، ليبيا، مصر، والسودان. ثمانية. يا ثمانية يا تسعة. عدت انت الدول صح بس ناقصة. ناقصة. والعدد غلط. مصر، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، خمسة. موريتانيا. زين ستة. سوريا. الأردن. لا الأردن لا لا مش أردن. مصر واحد، السودان اثنين، موريتانيا ثلاثة، أريتريا أربعة، أريتريا لا لا موريتانيا ثلاثة، ليبيا ليبيا أربعة، ساعتك. مغرب، المغرب، المغرب، تونس، الجزائر. وصلنا سبعة. سوما ثمانية. يلا. المغرب والجزائر. ألو. سومال، جيبوتي، السودان. جيبوتي. ايوه. زين السودان. مصر. مصر. تونس. تونس. ليبيا. ليبيا. المغرب. هنكم. هاي ثمانية الحين. كلامكم سليم، ماشيين صح. يعني ثمانية هم. نيجيريا. نيجيريا لا. لحظة مرة ثانية. مصر. واحد. ليبيا. اثنين. تونس. ثلاثة. المغرب.
4 الجزائر 5 السودان 6 الصومال 7 جيبوتي 8 اعطوني واحدة وبعطيكم الأخيرة وتفوزوا معي اليمن جزر القمر تبع أفريقيا 9 خلاص هات الواحدة الأخيرة عليك مرة ثانية مرة ثانية يلا اعطوني 9 مصر 1 ليبيا الجزائر 4 تونس 5 المغرب 6 السودان 7 الصومال 8 جيبوتي 9 جزر القمر 10 اعطوني الجول تستاهلون إجابة صحيحة طبعا ما شاء الله هي اللي تستاهل طبعا إجابتها صحيحة وما شاء الله عليك بالجغرافيا ألف مبروك توقعت حد من قارة إفريقيا يجاوب بس ما شاء الله عليكم جائزة من الجزيرة العطور وجائزة من حلويات شوبان جائزة من تركيانا للحلويات جائزة من بايو سكين سبا عندك كم ساعة من الجابر للساعات والمجوهرات وجائزة من زبرجد للمجوهرات ومن أكوا بارك حق اليهال ودوهم وجائزة من مجموعة نهدي العازل والحماية نقول لكم ألف مبروك تستاهلوا بلاء الإنسان أكمل سهل جدا فكروا معانا بلاء الإنسان من كلمة واحدة الفساد الفساد لا المصايب يعني لا. قريبة للمصايب لا المرض لا صعبت علي يا شيخ والله كلمة واحدة من سعادة تخرب من سعادة من السعادة الإنسان يبتلي لا ابتلاء من امتحانه يعني امتحان بلاء الإنسان بلاء الإنسان أيوة أكمل المثل من النفس من النفس والهوى بلاء الإنسان نعم من أكمل المثل من المصائب لا قضاء قضاء والقدر بلاء الإنسان من أيوة. بلاء الإنسان من من عمله من عمله من عمله لا. بلاء الإنسان؟ أيوة من إيش؟ عندك الإجابة من اللسان ها؟ من اللسان؟ حلو بلاء الإنسان من؟ اللسان أكيد يمكن والله شلون يعني؟ بلاء كان يعني الإنسان أيوة مثلاً إذا الإنسان يعني غلط أو يتكلم يعني يجي إنسان هو اللي يبلي هو اللي يجيب اللي في قلبه إجابتي الصحيحة شكراً يعطيك العافية مثل صعب ولا سهل؟ لا والله سهل صراحة سهل أقول لكم بلاء الإنسان من اللسان من اللسان إجابتي الصحيحة المبروك تستاهلين ربحتي معانا جائزة من شوبان للحلويات والتمور وجائزة من بايو سكين سبا تعالوا وجائزة من زبرجد للمجوهرات وعندك جائزة من الجابر للساعات والمجوهرات وعندكم جائزة من الجزيرة للعطور وسالك جائزة من سالك وجائزة من تي ماسك صالون نسائي نقول لك ألف مبروك تستاهلين الله يعافيك أسئلتنا اليوم خلصت بس القاري للحين ما خلص إن شاء الله بكرة راح نكون مكان جديد وأشوفكم على خير